لما حد يتف على وشك اسكت وعدي، هي صعبة بس لو مسحتها بإيدك أحسن ما تدخل في مشاكل أكبر منك. معجزات القديس يوحنا القصير. في يوم كان ماشي ولقى رجل فلاح بس عنده برز، والبرز ده نوع من الأمراض، بعد عنكم وحش، لأن الصوابع بتتاكل وصوابع الرجلين برضو بتتاكل وشكلها بيكون وحش. القديس يوحنا صلاله البرز راح، وهو في نفس الطريق لقى واحد أعمى، راح حط إيده على عينيه فتحت، وبعدها جاته بنت عليها شيطان قعدت تصرخ، قديس يوحنا رسم الصليب، الشيطان خرج. لما راح علشان يتراهبن عند الأنبا بيموا، الأنبا بيموا شافه صغير في السن، راح قفل الباب في وشه ودخل جوه الجلاية. الملاك ظهر له وقال له يوحنا اللي بره هيبقى ليه رهبان كتير اولاده. القديس بيموا قفل الباب 7 ايام ومش راضي يفتح، ولما فتح لقى يوحنا راح رسم مراهب. اول اختبار ليه قال له تعالى على الجبل، وجاب له خشبة نشفانة وزرعها في الجبل وقال له تيجي كل يوم تسقيها. كان بيمشي 2 كيلو علشان يروح يسقي الخشبة دي، وقعد 3 سنين عنده صبر أيوب، عمره ما زهق في يوم، وربنا خلى الخشبة دي تبقى شجرة كبيرة واسمها شجرة الطاعة. قعد مع القديس بيموا 12 سنة. القديس بيموا كان عنده مرض صعب، كان لما بيتكلم بيخرج من بقه افرازات على وش يوحنا. يوحنا استحمل 12 سنة، يعتبر تف على وشه، وانت مش قادر تستحمل مرة واحدة. في يوم القديس بيموا قال له اروح املأ امية، يوحنا قال له في ضبعة عند البير هناك. القديس بيموا قال له لو لقيت الضبعة امسكها وهاتها، وفعلا يوحنا راح ولقى الضبعة ولت منه، راح ندم عليها قال لها هيجفي، راحت وقفت ومسكها وخدها عند القديس بيموا. الضبعة دي من اوحش الحيوانات المفترسة. القديس بيموا لما شافها خاف لحسن الكبرياء يملى قلب يوحنا، قال له انت جايب لي كلب؟ مات يوحنا، كان في واحد عليه شيطان، اول ما شاف يوحنا ميت صرخ وقال له يوحنا مش كفاية، وقع على الارض. البطرك حب يغير الكفن بتاع القديس يوحنا، الدنيا اتقلبت والزلزال اشتغل والدنيا خربت. اول ما حش ايده من على جسده الدنيا هدت. بركة شفاعة القديس يوحنا القصير تكون معاكم وترضيكم وتفرح لكم.